تواصل اللجان الإقليمية والمحلية لتتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق عملها الميداني لضمان السير العادي للأسواق، وهذه اللجان تقوم أيضا من خلال عمل هذا برصد وتدارك أي خلل محتمل في التمويل وجزر أي ممارسات غير مشروعة والمخالفات فيما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين. النموذج نقدمه من مدينة مشرع بالقصيري في روبورتاج أعده كل من حسن الطباعي وسمير بركة. إلى مدينة مشرع بالقصيري قامت اللجنة الإقليمية لتتبع وضعية السوق خلال شهر رمضان المبارك بزيارة المحلات التجارية للتأكد من إشهار الأسعار وجودة المعروضات من المنتوجات خاصة الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل. العرض أكثر من الطلب وما كان شيء خصاص ولا شيء نقص في مادة من المواد الاستهلاكية. كذلك بالنسبة للحالة ديال الأسمان، الأسمان هي مستقرة باستثناء بعض المواد اللي عرفت واحد النوع ديال ارتفاع طفيف كالبصل كالطماطم بحال السردين، ولكن هذه غير مرحله يعني في بدايه ديال شهر رمضان المبارك. بالنسبه للتاجر واحد الحمله تحسيسيه، اولا كنقولوا ليه شنو هما شروط النظافه والسلامه الصحيه، كذلك كيفاش يخزن المنتوجات ديالو وكيفاش يعرضهم، وكذلك العنوانه كيفاش يديرها. ثانيا كنقوم بواحد المراقبه مشدده وصارمه بحيث اي منتوج اللي لقيناه غير صالح للاستهلاك او لا يقد يشكل لنا واحد الخطر على المستهلك فكنقوم بالحجز ديالو الاتلاف. التجار والباع اكدوا على اهميه هذه المبادره بالنظر الى دورها في شفافيه المعاملات التجاريه. كنحاولوا نوجهوا التاجر باش يعرف المصدر ديال السلع قبل ما يدخلها للمحل ديالو، زيد على ذلك كناكدوا عليه انه يتاكد من صحه ديال التاريخ البدايه ونهايه الصلاحيه. كذلك النقطه اللي هي مهمه ايضا هي مساله التخزين اللي هي كتلعب دور كبير في الحفاظ على الجوده والصحه ديال المواد المعروضه للزبناء. بالنسبه للجنه اللي دارت حنا مولفين بها مزيان يجيو عندنا، بالنسبه يشوفوا الاثمنه يشوفوا الجوده، هادشي عادي. شنقول لك بالنسبه حنايا الناس ديال المارشي هنا عندنا حاجه مزيانه، ماشي نديروا شي حاجه عيانه، السلعه مزيانه بالنسبه للزيتون بالنسبه للتمر. حماية المستهلك والمحافظة على قدرته الشرائية وإنصاف التجار من أهم أهداف مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية في الشهر المبارك.